يلا باي باي يا روحي. رايحه فين يا جنه؟ رايحه اذاكر مع ناس صحابي. طب يلا هوصلك. لا لا خليك عشان انت لسه راجعه من الشغل وتعبانه. طب ما تتاخريش عشان لازم نتعشى سوا. اوكي بس لو قرصك الجوع انا مش مسؤوله. ماشي. ايوه يا جماعه عيد ميلادي وخطيبي عملوا لي في عزبه صحوه، عايزنا كلنا نتجمع هناك. لا صحيح، انت اتخطبتي امتى يا روح؟ من كام يوم كده، بس بابي مش عايز يعلن غير بعد الشهاده. بس انا للاسف مش هعرف اجي غير لما اقول لماما والاخت. الناس تقيم ماما واختي، كل حاجة مش رايحة غير بماما واختها. صح على فكرة كلامها صح، لازم تقول لماما واختها. طب يعني انت معاها ولا معانا؟ انا الصراحة مع الاغلبية. طب انا كده رايحة، it's my birthday. وانا كمان رايح كده، ثلاثة. يلا بينا. يلا بينا. ايه يا روح عاملة ايه؟ وانت كمان وحشيني قوي. طب يلا ولا ايه؟ كل ده يا جدعان عشان تيجوا نورتونا، العزبة كلها تحت امركم، خدوا راحتكم وانا جايبكم تاني. نورة كل ده مصطفى يا عم، عبال ما اقنعتهم ان هم يجوا. بص وعلى كده بقى حلوين، تعالى شوف نفسك. طب ايه مش عارفين عن نفسكم؟ انا اسمي مودي، بحب اللعب والهزار. وحش ازاي؟ وانا روح اكيد عارفني، خطيبي صاحبي. طب والقمر ده اسمه ايه؟